ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أجواء رمضانية من مدينة الخليل. سنتجول في هذه الحلقة في أسواق البلدة العتيقة لنرصد لكم أهم ما يميز هذه المدينة في شهر رمضان المبارك. سنتجول هنا في هذا السوق الذي يضم عدد من المحال التجارية القديمة، وهنالك مشغولات يدوية ويعني قطع من التراث الفلسطيني. نتحدث مع هذا المواطن. أهلا مرحبا. أهلا بكم. تعرف حضرتك؟ إسحاق قفيشي. حضرتك من أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة، تحكي لنا شو بتعمل هون وكيف عايشين؟ محل هون محل زي ما تقولي سنتواري أو أواحي دجاج وأطفال دشاديش وعبي، وفي عندي نحاسيات، في حلويات سنة حطينا في رمضان، والحمد لله أجواء رمضان حلوة وكويسة، وإن شاء الله بنحب نطلب من الله إنه من زايد لزايد يضل أجواء رمضان حلوة عنا، وضل كل أجواء السنة حلوة في البلدة القديمة، لأن هذه مسقط رأس كل خليلي، يعني اللي طالعين برا كلهم أصلهم هوني من البلدة القديمة، وإن شاء الله كلهم بعودوا بضل يزورونا هوني. صفتك بشكل دائم موجود حضرتك في البلدة القديمة، بتشاهد الفرق داخل أسواق البلدة القديمة قبل رمضان وكيف يتغير الحال وتعود الحياة للبلدة القديمة خلال الشهر الفضيل؟ والله خلال الشهر الفضيل إنه الناس بتزيد على هوني على الحرم بنشان الصلاة، يؤدوا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فبيزيدوا أكثر من الأيام العادية. الأيام العادية بيكونوا ملتيين في أشغالهم في أعمالهم وبيكونوا برا. نعم. وبيرجعوا هم برا، وأما بعودوا إن شاء الله يعودوا يرجعوا علينا هون ويجوا علينا أكثر وأكثر. نعم. وجميع عائلاتهم وجميع أولادهم بناتهم إن شاء الله. شكرا. شكرا عمي. كل عام وأنت بألف خير. نعم. إذن تشاهدون هذه الحركة التجارية النشطة في البلدة القديمة. حقيقة هذا المشهد لا يتم ولا يتكرر إلا خلال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. بفعل إجراءات الاحتلال طوال العام للأسف يعني تفرغ البلدة القديمة من الزائرين ومن المواطنين والمتسوقين، لكن أصحاب المحال التجارية يفتحون أبواب محالهم على الدوام ويعني يطلبون من المواطنين بشكل مستمر المجيء للبلدة القديمة والشراء من أسواقها. كل عام وأنت بألف خير. نتعرف على حضرتك. عثمان المحتسب، حياك والله. أهلا فيك. حضرتك من أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة؟ داون. أيوة نعم. وصف لنا أجواء الشهر الفضيل في البلدة القديمة. الحمد لله الشهر هذا كويس، يعني ناس طاحت ورجعت وأجت عشان فيش كورونا فيش إشي، في ناس تروح في ناس تجي أهون بل يعني. قديش بتختلف عندكم الحركة خلال شهر رمضان المبارك؟ وأكيد هذا الإشي له أثر إيجابي سواء اقتصاديا أو حتى اجتماعيا. 100% بتختلف، يعني أشياء كتير بتختلف 100% يعني بدل 1% بصير 100% بصير. أكيد مبسوطين. الحمد لله رب العالمين. بشوف الناس بتروح بتيجي في أيام العادية، بشوف إيش حدا في الشارع. حياك. كل عام تبقى ألف خير. شكرا لك. نكمل هذه الجولة داخل أسواق البلدة القديمة. يعني هنالك حركة تجارية نشطة وهذا الشيء يفرح المواطنين ويفرح أيضا التجار الذين يعني تتضاعف أضعافا مضاعفة أرزاقهم خلال الشهر المبارك. سنحاول الحديث مع المواطنين وأنت بألف خير. سنحاول الحديث مع المواطنين الذين ينتظرون شهر رمضان المبارك للمجيء والشراء من داخل الأسواق. نتحدث أيضا مع أحد أصحاب المحال هنا. أهلا ومرحبا فيك. كل عام أنت بألف خير. أنت بألف خير. عدينا الصوم من الخليل. بحكينا قديش كيف يعني شو اللي بيميز البلدة القديمة خلال شهر رمضان المبارك؟ الميز هنا الأجواء والناس كلها بتنزل برمضان، بس للأسف إلها أسبوع الحركة ضعيفة لأنها صارت يعني شو اسمه قتلوا بنت في الحرم دون أي سبب يعني. نعم، شهيدة قتلها جنود الاحتلال البلد. يعني حادثة إعدام الشهيدة أثرت كثيرا. الناس خافت تنزل على البلدة القديمة. شو بتوجه كلمة للمواطنين والناس اللي بيسمعوا؟ انزلوا تلاقوش بحدا. البلدة القديمة آمنة بوجودكم وبوجود أصحابها. يرحم تبع الخير. شكرا.
نتابع هذه الجولة ونشاهد السعادة التي ترتسم على وجوه أصحاب المحال التجارية والمواطنين خلال الشهر الفضيل هنا في البلدة القديمة. هذه البلدة التاريخية القديمة والتي تتعرض بشكل كبير ومستمر لمحاولات تهويد من قبل سلطات الاحتلال. يعني هنالك محاولات لإفراغ هذه البلدة القديمة من أصحابها ومن زوارها، لكن تفشل هذه المحاولات دائما أمام هذه الحشود وأمام هؤلاء المواطنين الذين يأتون بشكل مستمر إلى البلدة القديمة من وقت لآخر، وتحديدا إلى المسجد الإبراهيمي الشريف المحاذي لهذه المنطقة التي نحن موجودون فيها. كل عام أنت بألف خير، تعرف حضرتك. سلام، من نضال نافذ أبو حسين. أهلا فيك. أنت بتيجي بشكل مستمر للبلدة القديمة ولا بس بشهر رمضان؟ والله بجي حسب، يعني مش دائما، يعني حسب الظروف. طب برأيك شو اللي بيميز البلدة القديمة خلال شهر رمضان المبارك؟ أجواءها الدينية والحرم الإبراهيمي والتراث، يعني البلدة القديمة. احنا كمان بنلاحظ انه اسعار المنتجات في البلدة القديمة كتير ارخص واقل من باقي المناطق، يعني هذا الاشي بيشجع المفروض المواطنين ليجوا باستمرار على البلدة. صحيح، الاسعار هون كتير كويسة ويعني الواحد بيحب ينزل اللي يتبضع شوية اغراض لقيها ارخص من المحلات التانية. كل عام تبقى ألف خير وشكرا. سلام، شكرا، كل عافية. أنت بألف خير. إيش اللقاء؟ نتحدث مع مواطن آخر. أهلا ومرحبا فيك وكل عام أنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير. تفضل كلمة. ينعاد علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالصحة والسلامة، وكل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله وبلادنا آمنة أول شيء. هلا بالنسبة للبلدة القديمة كبلدة ما شاء الله، يعني هون الوضع بيساير الناس، في احترام، في تقدير من مع أصحاب المحلات، وإحنا نشكر أصحاب المحلات في البلدة القديمة اللي هم بدعموا إنه المواطن البسيط إنه يخش على البلدة القديمة. بنشكر هدول الناس لأنهم هم اللي عم بيحيوا البلدة القديمة، وبنحييهم على صمودهم وعلى جهودهم، وشكرا لكم. صحيح العفو. وقديش مهم أيضا يعني المجيء إلى البلدة القديمة دائما، ليس فقط في شهر رمضان المبارك. نعم، أنا بشجع الناس إنها تجي على البلدة القديمة دائما، مش بس فقط في شهر رمضان، لأنها البلدة القديمة هي زي ما بسموها هي نبض الخليل، وهي رمز الخليل، وهي دعم لاقتصاد الخليل، وبنحيي الناس اللي صامدين في هاي البلدة وأصحاب المحلات بشكل عام. نعم. شكرا لكم. يعني شكرا، يعطيك الف عافيه. كل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بالف خير. تعرف حضرتك حجاز المحتسب من مدينه الخليل. اهلا فيك، انت دائما موجود في البلده القديمه. انا من سكان البلده ومصاحب المحلات في البلده، هون عندي محلات اثنين. اهلا فيك، حدثنا عن البلده القديمه للناس اللي يمكن ما صارت لهم الفرصه يجوا يزوروها. ابرز ما يميز جماليا هذه البلده العتيقه. والله الخليل بدون البلدة القديمة، قلب مدينة الخليل، هذه اسمها قلب مدينة الخليل مش البلدة القديمة، قلب مدينة الخليل، وهي منبع العائلات والحمايل اللي موجودة في الخليل. وبعدين البلدة القديمة، وجود سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء الموجودين في الحرم الإبراهيم الشريف، والتراث الموجود كله موجود أصلا في البناء وفي الحرم وفي المنطقة اللي داخل البلدة القديمة. فيعني هي الروح تاعت المدينة الخليل، البلدة القديمة هي روح الخليل. نعم، يعني تعود الحياة للبلدة القديمة خلال شهر رمضان المبارك، وتحديدا بنحكي عن الحركة التجارية أيضا للتوجه للمسجد الإبراهيمي الشريف. كلمة توجهها للمواطنين لي يعني تستمر هذه الظاهرة الجميلة طوال العام. والله الخليل يعني إحنا للأسف الشديد بعد شهر رمضان بتخلو المنطقة من الزوار ومن حتى من المارة، يعني أحيانا كل ساعة أو كل ساعتين تيعدي اثنين ثلاثة أو خمسة. أنا بقول لأهل البلد، لجميع سكان مدينة الخليل، المحافظة جميعها ومحافظات فلسطين كلها، إنه وجودهم بهذه المنطقة حتى إحنا كمان بشجع صمودنا، يعني إحنا لما نشوف الناس بنتشجع أكثر، لكن بدون أهلها الخليل ما بتنفعش. يعني الخليل لازم أهلها يحرصوا على تواجدهم فيها، لأنه عدم وجودهم فيها مطمع للناس اللي بدهم إياها. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. كل عام أنت بألف خير.
نكمل هذه الجولة في أسواق البلد القديمة وجمال هذه الأسواق التي أساسا يعني تحوى على المباني العتيقة العثمانية وأيضا يعني التاريخية، وهنالك مواقع أثرية كثيرة داخل البلد القديمة، لكن نحن الآن موجودون في أسواقها. هذه الأسواق التي تمتاز بأسعارها الزهيدة مقابل يعني في المقارنة مع أسواق المدينة ككل، تتميز إذن بجمالية تراثها وأيضا ما تحتويه من منتجات تراثية يدوية، وكل ما تحتويه هذه الأسواق هي منتجات أسعارها مناسبة جدا وأقل من باقي المحافظة. سنحاول الحديث مع أحد المواطنين أيضا. نعم. كل عام وانت بألف خير. وانت بالصحة السلامة، حياك الله. تحكي لنا شو بتعمل هون في البلد القديمة؟ والله يا سيده انت شايفه سنتواري احنا فاتحين تحف شرقية سياحية الحمد لله رب العالمين، بس سياحة ما في سياحة، هي احنا فاتحين للشباب هذول عشان يوم الجمعة، ولكن الوضع الاقتصادي متهور عندنا بالنسبة للبلد القديمة خاصة. ليش؟ لأنه ما فيش حدا، ما فيش، احنا بننتظر انه من السلطات تبعتنا على اساس يدعموا هذه المنطقه، فهمت علي، يجوا من ناحيه سياحيه، من ناحيه شبابنا وامهاتنا واخواتنا يجوا للحرم الابراهيم ما يخلوهوش هيك في ثبات. احنا بدنا يكون في ثبات ونبات كلنا على اساس تضل دايركت يعني عندنا الناس رايحه جاي رايحه جاي. استمرار الحركه التجاريه طوال العام امر مهم لكم بالناس، يعني بدون الحركه التجاريه هذا السوق احنا بعدها ايه رمضان بتيجي بتلاقينا زي ممنوع التجول هون قاعدين وكل واحد بينام وبنعس من كثر البيع اللي احنا بنبيعه الحمد لله، والعكس بالعكس. نطمن المواطنين اللي بيخافوا ربما باقي العام بسبب إجراءات الاحتلال والاعتداءات التي نشاهدها في البلدة القديمة، ربما يخشى المواطن أن يأتي إلى البلدة القديمة، لكن البلدة آمنة بوجودكم الدائم فيها. علي الكلام زي الفعل، يعني انت لما بدك تتكلم تقولي والله هي هناك اوعى تروح على الحرم وهذا، وانت بتاخذ بالكلام هذا خطا، انت بدك تفعل فعلك وتجي للحرم الابراهيم تشاهد بعينك وتشوف بعينك، هذيك الساعه بتصدق هل الاشاعه هذه كذب او صح، وانا بقولها كلها كذب، لانك انت لما بدك تنزلي ايش في ثبات ونبات، بدك تروحي على الحرم الابراهيم تزوري، ما حدش بقول لك وين انت، حرمك هذا مسجدنا هذا إسلامي، فهمت على، مش لازم إحنا إيش نترك هذه العداء. شكرا ويعطيك ألف عافية، كل عام وأنتم بألف خير. نعم، يعني مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الفقرة من أجواء رمضانية من داخل البلدة العتيقة في مدينة الخليل، وإلى لقاء آخر. إلى اللقاء.